مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان القوانين المتعلقة بممارسة النشاطات الصناعية. بقدر ما كيساهم ارتفاع حجم النشاط الاقتصادي في زيادة معدلات التنمية، بقدر ما كيساهم بشكل مباشر في التلوث البيئي واختلال مكونات وعناصر النظم البيئية. وكيتعتبر القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات المؤثرة على التوازن البيئي، وكيبقى الوعي البيئي والتشريع والرقابة من الوسائل الناجعة لحماية بيئتنا من مظاهر انتشار التلوث. النشاط الصناعي متنوع، فيه الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة، إضافة للصناعة الفلاحية. وممارسة أي نشاط من هذه الأنشطة الصناعية لازم رخصة مسبقة من الإدارة المعنية. الرخصة كتحدد شروط ومعايير ممارسة النشاط الصناعي وفق معايير بيئية محددة في القانون المتعلق بكل نشاط، وكتفرض عقوبات على المخالفين حفاظا على البيئة من المواد الصلبة والسائلة والغازية الناتجة عن هذه الأنشطة الصناعية. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.